ما شاء الله وبركاته مجتمعنا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. الخبر السعيد لقاطني دور الصفيح بمشروع الرياحين سيكتور جوج، بداية التسليم رسميا بداية التسليم بمشروع الرياحين. الناس اللي كيجيو مساكن باش يطلوا باش يعرفوا شنو كاين، كنقول لكم رسميا بداية التسليم ان شاء الله اليوم. كنشوفوا انه دخلت اول اسره تسلمت المفاتيح ديالها يوم امس، واليوم الاسره راه في الشقه ديالها ان شاء الله، وبدايه تسليم الشقق وعمليه ديال تسليم الشقق غادي تستمر ان شاء الله، غادي تستمر. هنا كنهضروا على مجموعه من العمارات، بحال دابا العماره اللي في اليمين ديالي عندنا العماره رقم 24 اللي في اليسار تسعود، مجموعه من العمارات اللي ان شاء الله غيتم التسليم ديال الشقق ديالها عما قارب. الحمد لله شفنا اول سارود تسلم العائله في جي اش دو بمشروع الرياحين، اسره واحده اللي تسلمات، والعمليه ديال التسليم غادي تستمر ان شاء الله مع توالي الايام. هنا 18، هنا 18، وهنا 16، وهنا 15، مجموعه من العمارات اللي كتواجد في مشروع الرياحين جي اش دو الرياحين اللي كيتكون من 47 عماره، 47 عماره ازيد من 1150 شقه اللي غادي تكون خاصه ان شاء الله بالناس ديال الصخيرات. ربما كنعرف انه كاين دوار الفراجي وكاين الشياحنة بين سيكتور جوج والخمسة. هنا غادي نهبطوا في الاتجاه ديال العماره 31 32، هنا في الجنبات على اليسار، هاد الجنبات هنا غادي نلقاو الاسره اللي استفدت. كناكدوا عليها انها استفدت في العماره رقم 32 بداية التسليم. وربما الإخوان كما أكدت لكم راه مسألة وقت فقط، إجراءات بعض الوثائق الأمور كتطلب شي شوية ديال الوقت، وإن شاء الله راه غيكون غير الخير، إن شاء الله غيكون غير الخير، ونتمناو من الله الخير والتيسير للجميع. فاللي كنبغيو نأكدوا الإخوان هو أن العملية ديال تسليم الشقق غادي تستمر إن شاء الله مع توالي الأيام. كنبغيو نبشروا الساكنة ديال الرياحين جي أش دو. هنا جي اش 3 كما كتشوفوا معنا عمليه تسليم الشقق راها غادا ان شاء الله، وغادي نواكبوها معكم لحظه بلحظه وغنقربوكم من كل كبيره وصغيره ان شاء الله. في هذه اللحظات خرجنا الجنبات ديال شارع الحسن الثاني، شارع الحسن الثاني بمدينه الصخيرات. كنبغي نقولوا للاخوان ان شاء الله راه السويرشات ديالكم في امان. كاينين اسر اللي غيعيدوا في الرياحين، وكاين اسر اللي غيعيدوا في تماره، وكاين اللي غيعيد في عين عوده، كاين اللي غيعيد في مرسل الخير، وكاين كل واحد فين غيعيد، وربما كاين اللي غيعيد مع احبابه في بلاصه اخرى. هذا هو اللي كاين الخوت، هذه هي الأجواء بجنبات المشاريع الخاصة بقاطني دور الصفيح. يعني كنشوفوا شاحنات، كنشوفوا مجموعة من الأمور. نتمناهم الله الخير والتيسير، نتمناهم الله الخير والتيسير للجميع. إلى هنا متابعينا الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.